أنا من إسرائيل، برضه أنا يهودي من إسرائيل، تقبل؟ انت يهودي آه خوي، انا مسلم طيب، وانا تقبل ما نلعب جولة؟ يشرفني العب مع اسرائيلية. ولين على عرضك، ليش؟ انقلع ان شرفك عرصة. ليش؟ لأني يهودي فقط. انت يهودي، انا مسلم، انا ما طيب يشرفني العب ويا منو يهودي. قال لك تكره اليهود؟ منو خبرك تكره اليهود؟ انا اخبر نفسي. لا لا، منو اللي قال لك انه اليهودي مو زين؟ ولا شو فكرتك عن اليهود؟ دينهم غير ديني، أني زلمة هيك. يعني ممنوع، لحظة، يعني والمسيحي؟ وإذا قلت لك مسيحي؟ إيش ما تكون خلي تكون، الله وياك. آه، إذا ما أكون مسلم ممنوع صح؟ ممنوع أبو، يعني إذا كنت مسيحي أعبد الرب يسوع ممنوع؟ ممنوع، أني ربي الله بس، طيب ربك الله، نبينا بس محمد صلى الله عليه وسلم. الجولة شو خصها بدينك يا زلمة؟ شنو؟ ولينا على الشرف، انقلع انقلع أبو، من على طيب عرضك، على عرضك. محمد ما وصاك بالأخلاق؟ نبيك محمد ما وصاك إنه أخلاقك تكون زينة، ما تغلط على الناس؟ أخلاقنا زينة بس أنت كافر. كافر؟ أي كافر، يعني أنا حلال قتلي؟ حلال قتلك. أوف، وتدخل جنة إذا قتلتني؟ أدخل النار، حلال قتلك. لا لا، أنا إذا إيش طبيت؟ حتى إذا قتلتني تدخل نار جنة، ما يهمك، المهم تقتلني. ما يهمني، المهم أقتلك. أوف، ليش طيب؟ والله ليش؟ ما سرقتك أنا، ما سرقتك، ما أذيتك. ما اذيتني، بس حلال قتلك عندي. ولا شو، شرفتني انت؟ لحظة، شو السبب؟ سرقت من مالك أو سبيتكم؟ ما غلطت عليكم أنا. ما غلطت علينا، انا هذيج ديني واسلامي هيج مشيني. أدري دينك يقول لك سب اليهودي والمسيحي؟ لا لكن ليش سبني وتقول لي أقتلك؟ طيب ليش تقتلني؟ أنا ما لي علاقة فيك، ما سرقتك ولا سبيتك على اللايف. ما انا قلت لك سبيتني خيو، انت تحكي ولا ضت لك بس احكي زين. طيب انا اعبد الرب يسوع، وشو تريد مني؟ تعبد الرب، تعبد اللي بدك اياه. احنا ديننا واحد، طيب دينكم واحد، هو احنا ديننا 10، يعني ديننا دين الرب يسوع، محبة وسلام، مسيحية. محبة وسلام. انت بدينكم، لا دينكم على المصاري، دينكم هذا، دينكم شلون ديننا على المصاري؟ دينكم وساري انت ولك. طيب احنا يهود، زاد ما تقبل اليهودي؟ ما اقبل اليهودي والمسيحي ولا المسيحي. والمرشدي والعلوي. ان لا اقول لك شغلة، على شرفك، على شرف العلوي، على شرف المسيحي، على دعقة فكني طيب خلاص. العب جولة، العب جولة، العب جولة. ما العب جولة، ليش حرام منكر؟ انت ولي لا حرام، انا عندي حرام، منكر حرام، مالك علاقة. ادري ادري ادري، بس محمد كان عنده اخلاق، سمعت محمد عنده اخلاق، ليش انت ما عندك اخلاق؟ دين محمد صلى هذا، الله عليه وسلم قول اقول ما لي علاقه فيه، انا مش ديني، هذا مش ديني. مش دينك، خلاص مالك علاقة. اي عندك اخلاق، ليش محمد عنده اخلاق وانت ما عندك؟ محمد كنا عندنا اخلاق، وهي اخلاقك عم تسب المسيحيه. طيب محمد ما كان يسب المسيحيين. ما كان يسب المسيحية، بس انت وقت جات تحكي باحترام تقول لي انا مدري شنو. احكي باحترام، محمد ما سب اليهود ولا المسيحية، بس لا نكحهم، صلى الله عليه وسلم نكحهم، بس نكحهم، نكح بنواتهم أصغر. نكاحهم. ان على عرضك ولك، انت حلال قصاصكم. حلال قصاصنا ليش؟ لأن مسيحية ويهود. ايه لانكم مسيحية ويهود. منو علمك هذا، ماما ولا بابا علمك؟ ما من عني، استغفر الله العظيم. تحكي ولا احكي زين ولا ضلت لقواس. اريد اسالك، منو خبرك انه تحقد على المسيحيه واليهود؟ انت بعدك طفل، بعدك قد الصرم. تعال جيب اختك، جيب اختك تعلمها شلون لا قد حرام، الصرم. جيب، لا عيب، معيب، انت سيشوفونك، انت تعرف كم واحد يشوفك هسه على اللايف؟ وش خلي مليون واحد. طيب الشمال السوري ليش انتوا على اساس ثوره؟ ليش انتوا مجرد دواعشه؟ ليش؟ دواشة، الحمد لله إنه دواشة. والله العظيم، والله العظيم، أنت حلال قصك، حلال قصاصك أنت وملتك. طيب انت تتمنى اسرائيل تنتصر على فلسطين؟ لا إن على ليش؟ شرفك، على شرف إسرائيل. لا إن شاء الله حرام، علم الثورة، إن شاء الله علم الثورة موجود بنص فلسطين، بنص إسرائيل وفلسطين، راح
كل الدول ان شاء الله. انتوا مو كلاب اردوغان انتوا كلكم يا حبيبي، كلاب لا اردوغان كلكم. أردوغان، هنا على أرضك على أرض أردوغان. ولك طيب احنا مسيحية لازم تعتذر من المسيحية واليهود، يلا اعتذر. ماني معتذر من حدا، ماني معتذر من حدا، ويريدون يبلغوني ويريدون يطيرون حسابي، يعني مو فارقة وياي. طيب احنا مسيحية ويهود ايش سوينا لك؟ لازم تعتذر مننا. طيب ما اعتذر من حدا، انا ما اعتذر من حدا. المسيحية مر على اخ شيرونا حبايبي، في افلام شكلها، في افلام قوية. يلا اخوتي.